امرأة أتت من الطائف ومرت بالميقات ولكن لم تنو الإحرام لأنها لم تكن طاهرة، علما امرأة أتت من الطائف ومرت بالميقات ولكنها لم تنو العمرة لأنها لم تكن طاهرة، علما بأنها جاءت من أبها بنية العمرة وخافت أن تحرم من الميقات ثم يحصل لأسرتها أن تستعجل إلى العودة، ولكن الآن هي باقية بمكة وتصلي بالحرم وتريد أن تؤدي العمرة، فمن أين تحرم؟ هل تعود إلى الميقات أم تحرم من التنعيم؟ إذا كانت تنازلت عن العمرة، تعدت الميقات ولم تحرم لأنها تنازلت عن العمرة ظنا منها أنه ما يصح إحرام الحائض، أو تخاف أن ربع أن رفقتها ما ينتظرونه، المهم أنها رفضت نية العمرة ليس عليها شيء، تطلع للتنعيم وتحرم من التنعيم. نعم.